مين ايه يا سكاكر؟ وحشتوني، عارفه ان انا غايبه عنكم بقالي كتير قوي. حقيقي والله كان غصب عني، كانت الظروف والنفسيه اقوى من ان انا اطلع اقعد قدام كاميرا او ان انا حتى اقدر اقرا واشوف مشاكلكم. الناس اصلا اللي ما تعرفنيش، انا اصلا تعبانه جسديا، وده ساعات بيصعب عليا المهام البسيطه. حتى طبعا انا مش بحب اعيشكم في الدراما دي. اي نعم احنا اسره مع بعضينا، بس اسره مع بعضينا في السعاده والفرح وان انا اشاركه الحاجات الكويسه بس. سبحان الله، يمكن ده بقى دوري، ان انتوا اللي تشاركوني بقى الحاجات اللي مش كويسه عشان تفرم نفسيتي اكتر ما مفرومه. بس حقيقي والله انتوا ما تعرفوش قد ايه انا ببقى مبسوطه لما بلاقي البنات بتبعت لي من اكونتاتها الشخصيه من كتر ما هي بتثق فيا. مبسوطه وانتوا بتفرموا لي نفسيتي كده من مشاكلكم عشان انتوا واثقين فيا. يعني دي بالنسبه لي حاجه كبيره قوي بجد، ما تقدرش بتمن. لو ما يقدرش بتمن برضو على فكره ان انا اقضي الثقه دي. عمري ما خذلتكم ولا دخلت عليكم حد غريب. الاكونت بتاعي انا سواء فيس او انستجرام او ايا كانت المنصه اللي انتوا بتبعتوا عليها، محدش بيشوف مسجاتكم غيري انا. انا اللي بفتحها وانا اللي برد. ساعات ناس بتبعت لي تقول لي انت انا عايز اتاكد ان انت، فببعت لها فويس عادي جدا، مش بتضايق من الشك حتى. فيعني بما انها ماشيه كده والثقه ما بيننا متبادله، يعني اعذروني لما اغيب عليكم شويه، والله بيبقى غصب عني. بالاضافه كمان للاحداث الاخيره دي ما كانتش احسن حاجه، فكانت مخلياني ماشيه بمهدئات الفتره دي وبنام كتير قوي ومش قادره اعمل اي حاجه بشكل طبيعي في حياتي. ف يا رب يزيل الغم عن الام يا رب ويعينهم في مصيبتهم. ادعوا لهم طول الوقت لان اكيد الدعاء هيفرق، واحنا مفيش في ايدينا غيره اصلا. اتمنى دايما لسكاكر قلبي ربنا يحفظهم ويعيشوا في سلام. لبست لكم الطقم مخصوص تاني عشان اقول بس الكلمتين دول. تعالوا بقى نشوف القصه بقى. انا لسه عروسه جديده طبعا، مش انا، عشان لو عملت كده اكيد هقول لكم، مش هخبي عليكم. بستعمل خلاط الميه اللي في المطبخ، لقيته بيخر وفي حاجات في الحمام بتنقط. جوزي قال لي هقول لبابا عشان ابوه كان مع السباكين وهما بيوضبوا الشقه. معقوله كده من غير لائحه ولا دستور اول حاجه تدخلينا عليها هي السباكه كده؟ عروسه جديده، طب ضايفينا قاعدين في الصالون، قاعدين هنا، انما على الحمام على طول وعلى الخلاط مش ممكن. المهم لما جه ابوه وامه يباركولي، جوزي قال لابوه على السباك، قال له هكلمه يجي اما يكون فاضي. وخدوا قعدتهم اللي كانت حوالي 5 ساعات، كل اللي يجي يبارك يقعد نص ساعة وينزلوا، وحماية وحماتي قاعدين. حلو ده، حتى بيقولك يا بخت منظره وخفف. المهم مشيوا تاني يوم، تاني يوم هما مشيوا تاني يوم، مش هي بتقولي تاني يوم، لا هما مشيوا تاني يوم. فضلوا قاعدين لحد ما جه تاني يوم، لقيت اذان الظهر بيأذن، قلت اقوم اشوف ورايا ايه يعني صباح الخير. لقيت في صوت بره في الريسبشن، ببص كده من جنب الأوضة، لقيت حماية قاعد على كنبة الأنتري وماسك ريموت التلفزيون وفارد رجله على الكنبة كأنه قاعد على مصطبة بيتهم. رحت صاحب جوزي بقول له قوم، أبوك بره والسباك واقف في المطبخ. قال لي ماشي هقوم. قلت له ماشي بس هو أبوك معاه مفتاح الشقة؟ اه، من ساعة ما كانت الشقة بتتوضب. قلت له ازاي تسيبه معاه لحد دلوقتي؟ دخل اهو وفتح ومعاه السباك من غير ما نعرف. طبعا جوزي خرج سلم على ابوه وانا لبست الاسدال وخرجت. لقيت حمايه بيقول لي قدمي للسباك حاجه. قلت له حاضر. شويه والسباك مشي، لقيت حمايه بيقول لجوزي عاوز افطر، امك مشيت الصبح راحت عند خالتك. تقعد لها يومين كده وقالت لي عندك ابنك، اقعد عنده على بال ما ارجع. يقعد عند ابنه العريس ويومين جايه تفتكري حريتك دلوقتي وانك عايزه تغيري جو والواد عريس جديد؟ طبعا انا اتضايقت جامد وحضرت الفطور ودخلت اوضتي. لقيت جوزي بيقولي مش عارف اعمل ايه. قلت له هي امك مش عارفه ان انا عرسان؟ يعني مش مجرد عرسان، انتوا عرسان جداد بتسموا لسه، تمشي وتسيب لنا ابوك؟ وكل لما هي تقرر تلف اللفه دي ابوك هيجي يقعد عندي؟ وبعدين ده هم اسبوعين اجازه اللي واخدينهم من شغلنا، نقعد مع بعض اسبوع في بيتنا والتاني اهلي حاجزين لنا في شرم نتفسح. قال لي اصبري هتصرف. عقبال ما اتكلمنا خرجنا بره، لقيت حمايه دخل اوضه الاطفال ونام. بيت بيتك، اعمل فيه ما بدالك، يعني بص اللي انت شايفه غلط اعمله. بعد العصر قام عشان يتغدى ونام تاني، وبعد العشاء قام عشان يتعشى. ايه ايه ايه؟ اكل ومرعى وقله صنع، وكل ده وانا محروق دمي. مش لوحدك والله، وانا بقرا قصه حرق دمي زيك بالظبط. المهم اليوم خلص ودخلنا نمنا، يومين على نفس النظام، اما بقيت هتجنن. تالت يوم بعد الظهر لقيت حماتي جايه من عند اختها بعد ما اتفسحت، وجايه على عندي بشنطه هدومها، سلمت علينا وتغدت معانا وهي قايمه بحسبهم ماشيين. جوز بيقول لهم هنزل اوصلكوا استني. حماتي ضحكت كده تقول يا جدع والله العظيم اقعد. وصلنا فين يا عم؟ انا داخله الاوضه غير هدومي وانام شويه. اوعى تكون يعني متضايقه على امك ولا ابوك، اوعى. جو
جوزي لسه بيبصلي. رحت قلت لهم تنامي فين؟ قالت لي في اوضه الاطفال. يا شيخ طب ما تخش تنامي في اوضه النوم جنب ابنك، ما يصحش كده تنامي في اوضه الاطفال، انت مش طفله انت كبيره تنامي جنب ابنك. قمت انا اتفتحت بقى فيهم زي الخراره، قلت لهم انتوا مش عارفين ان انا عروسه جديده، مفكرين نفسكم ابنكم اتجوزني عشان اخدمكم، ما تروحي عند ابنك التاني ما هو ساكن جنبنا. بس ما تقدروش، مراته عملت معاكم حدود، او روحي عند بنتك برضو ما تقدروش، جايين هنا مفكرين انكم في لوكاندا. بصي انت شكلك كرستي راس مش عارفه رصه زيك، يلا على بيتكو تيجوا تزوروني اهلا وسهلا، وتقولوا لي قبلها عشان هننزل شغلنا. غير كده مش هسمع، وهغير الكلون. وقلت الحماية ازاي تدخل تفتح باب شقتي عليا من غير استئذان، هو الدين بيقول كده؟ انا بقول لكم اهو قدام ابنكم. جوزي بصراحه سكت ما ردش، قامت امه شتمته بكلمه مش كويسه، وابوه قال له يحرم علينا بيتك، واما نموت مش هتمشي في جنازتنا، اوصي اخواتك بكده. المهم مشيوا. انا رحت لجوزي قلت له انا اسفه بس انت شايف دول حتى مش مهنيني على اسبوع اتهنى بيه. قال لي انا هبقى راضيهم، بس حسن ان جوزي من جواه زعلان، سافرنا ورجعنا وكان اجمل اسبوع، جوزي بيحاول يتصل بيهم مش بيردوا عليه. قلت له روح لهم، واما راح طردوا. انا مش عارفه انا اعمل ايه، وهل اللي عملته ده صح ولا غلط؟ صلوا على النبي يا جماعه، خلينا نكون متفقين اللي انت عملتيه ده صح، بس الطريقه غلط باسلوب غلط. مش بيقول لك اخد الحق صنعه؟ والصنعة هنا في انك تكوني بتاخدي حقك بمنتهى الادب واحترام وهدوء من غير ما تشيلي نفسك الغلط، ولا تدي مساحه للي قدامك ان هو يمسك حاجه عليكي. بس للاسف انت ما قدرتيش تسيطري على عصبيتك ولا اندفاعك، وطرشتي في وشهم الكلام اللي هم عارفينه بس عاملين نفسهم منبنى. مثل كده انا بحبه قوي بيقول لك البجح بيعيش على قفل مكسوف. اللي زعلهم قوي وقهرهم كده ان بيبقى صعب على الواحد ان حد يعريه قدام نفسه او يعريه قدام حد، حتى لو هو عارف ان هو بيعمل حاجه غلط، وانت ما شاء الله خليتيهم سلبوته كده قدام بعض وقدام ابنهم وقدامك طبعا. هما كسفتهم كانت كبيره قوي، ومش هننكر ان احساسهم بالخذلان اتجاه ابنهم، وانك ازاي ما تدافعش عنها وتسيب مراتك تكلمنا كده واحنا في بيتك، وما اديتلهاش جوزين يلم كده، ولا لو جبتها من شعرها عشان خاطر ابوك وامك اللي ربوك وكبروك. معقوله كده؟ معقوله تسيبها تقل مننا واحنا غلط؟ معقوله؟ العقليه اللي بينتج منها التصرفات دي بتبقى على قدر عالي قوي من الجهل، ومش هيقدروا يستوعبوا غير ان تربيتهم ما دمرتش في ابنهم. وسوري انا اسفه ان هو مش راجل، ده تفكيرهم هم فيه، لان انت يعني غسلتيهم في بيتك برضو، قلتي الصح بطريقه غلط. بالنسبه لجوزك فهو راجل محترم ومتربي 10 مرات، بس سكوته ده يخليكي طول الوقت شايلها له جميله على راسك، ومن وقت للتاني في مواقف كبيره المفروض تتنازلي قدامه وتشتري خاطره وتشتري زعله، لان صدقيني حتى لو مش باين ان هو زعلان فاكيد جواه حته كده ضايق على ابوه وامه وعلى نفسه. بالنسبه لهم هما فالزعل بتدوبه الايام، اصبري بس انت كده عشان الموضوع لسه حامي، وخليه طيب خاطرهم بكل الطرق وبكل المحاولات ومهما عملوا، لان في الاخر ابوه وامه هو هيؤجر على ده. ان شاء الله كده بكره تخلفي وييجوا كده يجروا عشان خاطر احفادهم. تسلي وجربي تروحي، ومعلش كانت اعصابي تعبانه من ضغطه الفرح والتجهيزات، والله ده انتوا اهلي الغالي عليا كده بقى كده. واشتري خاطر جوزك ما دام هو طلع راجل محترم كده، بيقول لك لجل الورق يتسال بالعيق. ربنا يهدي سرك يا رب، ويهدي سر الاهالي اللي مش عارفه هم ليه بيتصرفوا التصرفات دي. يعني احنا لو جبنا عيال في ابتدائي هيقولوا لك الاصول والصح والغلط، وناس كبيره وناضجه ومخلفه وبتجوز وبتصرفوا التصرفات الطفوليه العيالي دي. يهدينا جميعا يا رب، وتقدري برضو تشوفي راي السكاكر في الكومنتات.